من أجل تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي الدائم. وادعى النواب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني الحكومة الاتحادية إلى السعي الجدي لتنفيذ بنود المادة 140 من الدستور، معتبرين تنفيذها السبيل الوحيد لحل المشاكل التي يعاني منها أبناء المناطق المستقطعة ومنها أبناء محافظة كركوك الذين لطالما عانوا أبان عهد النظام البائد من الغبن والظلم والتهميش. تفاصيل أوفى مع يشار خالد. أكد نواب كركوك عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في البرلمان العراقي بذل جهود مضنية لتطبيق المادة 140، كون هذه المادة تساهم في حل المشاكل لكافة مكونات المناطق المستقطعة على حد سواء، مشيرين إلى أن ملاحم وبطولات قوات البشمركة في الدفاع عن المناطق المستقطعة خير دليل بأن الكرد يدافعون عن كل المكونات في هذه المناطق دون تمييز. بعد الأحداث 10/6 استطاعت قوات البيشمركة الكردستان الحفاظ على المناطق المتنازع عليها وحماية كافة المكونات الموجودة في هذه المناطق بدون أي استثناء، والمواطنين وأهالي كركوك والمناطق المتنازع عليها هم يشهدون على دور قوات البيشمركة من هذه الناحية. نحن كأعضاء البرلمان في مجلس النواب العراقي نؤكد مرة ثانية على البرلمان، على مجلس النواب العراقي، على حكومة بغداد البدء بخطوات الجدية بتنفيذ المادة الخطوات الجدية بتنفيذ المادة 140 المتبقية من هذه الخطوات. وأيضا نؤكد على القيادة الكردية البدء بإرسال وفد في مستوى عالي للبحث في هذه المادة والخطوات المتبقية لهذه المادة. نواب كركوك عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في مجلس النواب العراقي أشاروا إلى أن المادة 140 مادة دستورية وقانونية، وآن الأوان لتطبيقها من قبل الحكومة الاتحادية لإعادة الحقوق المشروعة لأصحابها الشرعيين. مادة 140 من المواد الدستورية، وهي مادة ضرورية ومهمة بالنسبة لنا ككركوك والمناطق المتنازعة عليها، وهي من المواد التي عليها خلافات كثيرة بين حكومة أقليم كردستان والحكومات المحلية وحكومة بغداد، وهي مادة التي تنطع على ثلاث محاور، وهي الإحصاء والتطبيع وكذلك انتخابات في هذه المناطق. وهي نحن كممثلي محافظة كركوك إن شاء الله نعمل جديا لتطبيق هذا المادة، وكذلك في الفترة الأخيرة تم البحث على هذه النقطة. كما ذكرت هي من المواضيع التي لدي عليها خلاف، وهي مادة 140 ليست فقط في كركوك ومناطق متنازعة عليها، وإنما في جميع العراق هذه المادة هناك في كربلاء كذلك في بغداد ومناطق أخرى يطالبون بتطبيق هذه المادة. تطبيق المادة 140 الحل الأنسب والأمثل لجميع مكونات المناطق المستقطعة ومنها كركوك الذين عانوا الإحصاء والتهميش لعقود. يشار خالد، فضائية كركوك. تفقد رئيس لجنة الهجرة والمهاجرين النيابية رعد الدهلجي يرافقه قائم مقام